الواحد يوم يشوف المبادرة هذه من وزارة الطاقة والبنية التحتية ما يقول غير طول الله عمار الشيوخ، والله يعزهم شر ما عزونا. وأشكر معالي الوزير سهير المزروعي والموظفين من دون استثناء، من كبيرهم إلى صغيرهم، على المجهود والخدمة الجبارة اللي قايمين فيها. وين بتحصل جهة أو دائرة يجون البيت ويخدمون كبار السن أو مواطنين كبار السن؟ أنا أتوقع أن الخدمة هذه ما بتحصلها غير في دولة الإمارات.